فرضت الأحداث الأخيرة في مدينة الباب انتشار واسع للسلاح بأيدي المدنيين، ومن أجل ضبط السلاح قام المجلس المحلي بالتشاور مع قيادة الشرطة، المكتب القانوني وقيادة الشرطة، بإصدار تعليمات خاصة بترخيص الأسلحة وأماكن بيعها وأماكن إصلاحها. طبعا إجراءات الترخيص تتم في قيادة الشرطة، تتم معالجة الطلب هناك من الناحية الطبية ومن الناحية القضائية ومن الناحية الأمنية، ومن بعدها يتم إصدار الرخصة. الغاية من هذه الخطوة هي تنظيم انتشار السلاح ويعني الحد من الانتشار العشوائي للسلاح. طبعا مدة الترخيص 3 سنوات، هناك الرخصة مأجورة ولكن ليست الغاية مادية، إنما هي الغاية تنظيمية وإدارية. نأمل من هذه الخطوة أن يتبعها خطوات أخرى، وخاصة من الجيش الحر العسكر، من أجل تنظيم السلاح في المدينة ومنع حمل السلاح من قبل العناصر إلا بمهمة رسمية.